السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زد. اليوم الحصه تاعنا وغادي نتكلموا عن الناس هذو راهم جايين مع الاهلي، والاهلي لاكاب راهي نازلتها، والاهلي تعترض على المغرب يعني باللعب النهائي في المغرب. وحنا الاهلي عندها ماتش مع سطيف. واو لله راني غلط؟ قولوا ياك غلط. الاهلي كملت، الاهلي زادت لعبت هنا الماتش الزوجي وربحت. مازال ناس هادو تاع الاهلي سيبورتر تاعهم لي جاو والقنوات تاعنا لقاوهم وقالوا ولاو يهضروا. ويجب الاهلي المصاروهم يدافعوا على روحهم في تقعد لاكاف عندهم. الا حنايا كانوا يحمونا، حنا حماونا وانت حماونا هنا. حنا مي كان الحاج محمد الله يذكرو على خير بغى يدي لاكاب، كان يوجد فيها باش يجيبها هنا الجزائر. مي ما صارش عندكم النيف، روحتو جبتوها مورا خدمتو. المصاروة على جاو كونتر عليه، خاطش فيقو بلي راه يخرب لهم. بغى يجيب لاكاب هنا في الجزائر، بغى يجيبها هنا، بغى يبني لها هنايا. كان يوجد فيها هنايا، بغا يديرها هنا في وهران. نهار اللي جا هنا الوهران، نهار اللي جا الوهران هنايا، تامين يديروا لها المقر تاعها وكلش. كان جايبها هنا الوهران، البارير اللي طردتو السبوعة تاوعكم، كان جايبها هنا. روحوا سقسوا عمي حسين جلاد، سقسوا حرحات، سقسوا النسي، سقسوا قرباج، قالها لكم قرباج. رجالة كانت هنا بغا تجيب لاكاب تجيبها هنا. علاه مصاروا ناضوله؟ علاه مصاروا ناضوله؟ الناس نطوانسه ما بغاوش، الناس كاع ما بغاوش، ومهم هنا ما بغاوش. ويجيب لكم لاكاب هنايا، ما يصابكم صابكم وكان والو. تا هي تهدر على تدافع على الاهلي. انا مشيت تاهم الصحافه تاعنا لقاو لي سيبورتير تاع الاهلي، ولي سيبورتير تاع الاهلي ولا يقولوا ما نلعبوش النهائي في المغرب. انت يا كاليفيت ربي لا يسواش في البعض، ربي لا يجعل سطيف الدير هاود تربح حتى بخمسة ولا هاود يا هما نسيتو ولا بكرة قادم. هذه كان باقي لنا حنا 5 سكوند مركاولنا، 5 سكوند مركاولنا. ذاك العام البارسا خسرت مع الأخرى، خسرت مع كيسموها مع باريس سان جيرمان 4-0. الروتور البار عندك المارس باريس سان جيرمان ماركا وربحوهم 6 في الكامب نو. تالية هذي بارس ريال مع مانشستر، كالي في ريال مانشستر كالي باقي دقيقة دو اي. وانتوما هنا مازال بارتية الاهلي يقولك لا ما نلعبوش في نار. علاه كالي فيتو وتوانا هنايا قاعدين يشي. علاش تشيت له انت؟ علاش تشيت له؟ اي راه نقول لك الحق معاهم، راهم يخوفوا فيكم قسامه. عباد غادي يولي لك غادي مين يسيبوا سيبوا واحد يدير له قسامه يدور يخاف. صاي غادي يولي يخوفوا فيكم كيما قسامه. خاطش عليه صابوكم ما تخموش، صابوكم نقول لك صابوكم، صابوكم قراوكم من البعد، يعني قراوكم من البعد. صابوكم شكاره حليب بيدو زيت، هذا مكان هذا مكان صابوكم كيما هكا. انا نقولها لكم، انا نقولها لكم صابكم ما تخموش، ما عندكمش فكر. زراري في الفيسبوك غريان صغير في الفيسبوك يكتب يدوركم كاع غريان غريان في الفيسبوك. راهم زراري مقاد بالفيسبوك، زراري زراري والله لا زراري. 15 عام 16 عام طفله عندها 10 سنين تدور فيه، بغى عنده 50 عام. طفله عندها 11 عام 12 عام تدور فيه، بغى عنده 50 عام. شاد قارع شغل ديت قارع تاعك هيا شغل ديت قارع شغل ديت قارع اي قول لي شغل ديت قارع اي شاد قارع. انت كيف عندك سطيف راهي دومي فينال مع الاهلي، تصيب الاهلي يراسلو يقول لك لا ما نلعبوش في المغرب، حنا فينال. تاك راك كاليفي انت، احترم هذا النادي، احترموا وفاق سطيف، احترموا وفاق سطيف، احترموه. حنا الشعب الجزائري نروح نحترمو، مش نروح نجري
ان صحفي تيمور يجري عند سيبورتير تاع الاهلي يقولوا لا ما نلعبش فينال، وانت يا كيف انت ها ما تلعبوش على وبالك الطياره تاعك بكم تطرطق في السماء. والاستقبال اللي داروا لهنا انا ما ننساش نهار اللي قايسونا بالحجره مصاروا 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 اللي راهم يبغوا باينه كاينه فايده، كاينه فايده راهم يبغوا عليه صابكم حافظ الراجل اللي راكم واقفين معاه يا مصاروا اليوم حافظ الراجل نتوما الاولى اللي كنتو تعايروا فيه ضربت عليه راح زار مو ابو تريكا ما خليتولوش ما خليتولوش عايرتوه طيحتولو اليوم راكم حافظ راجلكم تدي القلوب بالزيت هذه هي زيد بزاف بزاف اي اي راح نقولها تطيب شاشه الاعتراض على المغرب والاهلي يتحرك دوليا بصح انتوما الاهلي هذا يتحرك دوليا يا خويا انت مازال انت مازال لك ماتش انت احترم ستيف انت نورمالمون يقول من لا انا انت كمل انت كيف راك عارف بلي راك مكاليفي انت كيف راه على بالك بلي راك كاليفي على ستيف ماشي ايكيب وبالك يهردوك ان شاء الله بربي عشو شجا ماذا جاء في خطاب الكاف لاتحاد كرة القدم المصري والاهلي دروك دروك حنا مكاش تما حنايا ماشي بني ادم حنا تما حنا تما ماشي بني ادم حنايا حنا تما حنا ماشي بني ادم حنايا ياه الاهلي الاهلي راسل الاتحاد الافريقي راسل تما فينال تما صايد ياه حنا ماشي بني ادم حنايا هيا الاتحاد الافريقي اوضح في خطابه انه لا يمكن ان يغير من قواعد البطوله لطالما بدأت المنافسة بحساب لوائح الاتحاد الدولي مشير إلى أنه يدرس إعادة النهائي مباراتين في النسخة المقبلة كما كان في السابق وأشار الكاف في خطابه إلى أن مصر لم تتقدم صحابي طلب وأشاد الاتحاد القاري على أنه رغم تقدير مخاوف الأهلي في إقامة النهائي بالمغرب إلى أنه لا مجال لتغيير مكان المباراة دروك حنا دروك الأهلي الأهلي دروك الاتحاد الافريقي عيط للاهلي قالوا ما تخافوش في الفينال راه انا ماشي راني فاهم ستيف اليميني خسروا ماتش بصح مازال ماتش ياه ستيف اليميني واحترموا ستيف احترموها احترموا وفاق ستيف اسيبوا احترموا وفاق ستيف قصامة احترموا وفاق ستيف البلون تاع قصامة احترموا احترموا المداحات المداحات كاين مداحات تاع اونترينير مداحات تاع من مداحات تاع المداحات احترموا 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 اكبر منبع تاع فساد مصر في كرة القدم شحال نظموا من شحال نظموا من الكوب دافريك عندهم شحال نظموا من النهائي تاع الاهلي والزمالك والاسماعيلية عندهم شحال نظموا شحال شحال نظموا عندهم قولوا لي شحال نظموا عندهم شحال اي يقولوا لي شحال نظموا من عندهم شتي داروا فينا تستاهلوا والجاية قطعوا معاهم طيح معاه ماتش دوبارا طيح طيح معاه ماتش دوبارا طيح طيح معاه ماتش دوبارا وتشوف مصريتو كي يدير لك يلحسك يلحسك والله لا يلحسك طيح معاه حرام طيح معاه طيحوا معاه هذاك هم دايرين باللي هذاك ميدو حياه كبيره ميدو 2004 بغى عيط عيط لايطو قالوا نتهموا معاكم نتوما ونقيسوا الجزائر في 2004 وهاك هو اللي هدر ماشي ايطو هدر معاه هو راه هدر مع ايطو قالوا هدرت مع ايطو باش نتهموا بيناتنا باش نخرجوا الجزائر مشي جاك واتهم معنا احنا لا راح اتهم معنا وضربوا يردوا ميدو اللي قال لهم انا ما نصومشي بيردوا حاجه كبيره ميدو 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 بيتردو ميدو اللي كان يعاير فيكم يباتي عاير فيكم ميدو بيتردوه بيدو والله يا قسامة نقول لك حاجة يا قسامة والله نستعرف بك أودي عندك الحق هيا ضرب غادي يولي تهدر يقول لك شكون تخرجوا لكم قسامة تهدروا وخرجوا لكم قسامة يا قسامة يولي شابح تاعنا حسابكم ما تخموش حسابكم خمو ما يمشي يديكم قسامه خمو خمو خمو
هامبورغ.